لنا تحية من جديد أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدنا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب قناة شوف تي في، أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن مباشرة من مدينة بني ملال بجوار المحطة الطرقية. حديث سير بين جوج ديال السيارات خفيفة، سيارة أجرة من الصنف الثاني صغيرة و حافلة ديال نقل المسافرين حتى يتقاس. فكما قلت متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، حديث سير خطير على مستوى شارع محمد السادس الرئيسي بجوار المحطة الطرقية لمدينة بني ملال. حضور رجال الأمن الوطني للمعاينة وتحرير اللازم في الموضوع بطبيعة الحال. فالمقطع الطرقي اللي بجوار المحطة الطرقية لمدينة بني ملال، متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، كيعرف هذا الحادث السير اللي كان خطير شيئا ما، نقل سائق سيارة الأجرة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاجات بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة بني ملال. كما قلت متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، فحضور رجال الأمن الوطني هنا ومصلحة حوادث السير للمعاينة وإجراء اللازم بعد الخصوص، يعني في خصوص هذا الحادث السير. متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، كما قلت متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، حادث سير خطير جدا هنا بشارع محمد السادس الرئيسي بجوار المحطة الطرقية. جوج ديال السيارات نفعية خفيفة، سيارة أجرة من الصنف الثاني، طاكسي صغير، والحديث عن أنه تقاس حتى شي كار، يعني حافلة نقل المسافرين نقل الركاب. ما كاينش هاد الكار هذا، ما كاينش هنايا، حديث أنه تقاس، يمكن مشى إذا كانت مخلفات ماشي جسيمة بطبيعة الحال ديال هاد الحادث، ولكن هاد السيارة اللي تعرضت لمخلفات جسيمة من الجهة اليمنى. تقليمي ايه؟
كاين كار هنايا مكتوبة كلمة كار، يعني كانت حافلة للنقل للركاب كذلك. هذا المكان ديال حافلة نقل المسافرين، نقل الركاب، يعني داخلة في هذا الحديث.